ودهز التليفون، مرا هز التليفون، واز التليفون، التلفاز شاعل كيدير فيها حتى واحد، المكتبة ما كيقرا فيها حتى شي واحد، غير الهواتف، يعني مبقاش كنشوف هذيك الهواتف. كتسمع الأخبار اللي كاين على راجل هاني في التليفون، وقدامك. إذا كنا فعلاً علاش الجلسات هذه والحضور مثل هذه الندوات هذه بحد ذاته راه فعلا حنا كنحاولوا نعطيو التواصل قيمته ونرجعوا التواصل قيمته الحقيقيه، لاننا كما قلت في المجتمع ديالنا كنمشيو للمقاهي، علاقتنا الاجتماعيه في المقاهي، كل واحد اش يقول هذه دي. كانت المقاهي واحد الوقت كانت مقاهي حتى قيمتها جروس تسامر دراسه الشعر مناقشات الاحداث اليوميه في المجتمع ديالنا كنحاول التواصل كانت عندها قيمه، لان باقي شغل كتدخل تلقى الوفي شي حاجه كتاكل الوفي وكتدخل في عالم يعني الله هذاك العالم انه هو، ولكن درسنا التواصل وكانت له نتائج غادي نشوفوا ان شاء الله مع سلبية واحد الشيء. يعني التكنولوجيا كانت فيها إفادة و ولكن ما كسرتش الحمد لله. نعم الحمد لله على سميتو على التكنولوجيا اللي أما بملي كنتخلص فلوس واحد ما يشعر بها قيصر. ماشي مسلم. اللهم نخلص ونخلص جيب لي باش نعاود نبقى قيصر جدا. بس فهمتي فين أنا وردي لكم دابا راه كنطلع على التليفون ولا نسلك. حتى وقع خلات شدتي. إذا هذا هو السر الموضوع، حنا نعرفوا واحد الجانب المعرفي اللي هو جانب نظري، التواصل لغتان، اصطلاحات، الوظائف ديال التواصل، غتكون التواصل الاجتماعي حتى التواصل الاجتماعي ماشي مثلا ماشي فيسبوك وانستغرام، التواصل الاجتماعي هو أنا كشخص داخل المجتمع كيف أحقق كيف يعني كيفاش يكون التواصل عنده قيمة وعنده حضور، العناصر المكونات الأركان المقومات، غنتكلموا على أشكال التواصل، غنتكلموا على المعيقات ديال المعيقات ديال التواصل، وضربوا واحد النقطة اللي غادي نوقفوا عليها بقوة، المعيقات اللي كتخلي التواصل ما كيحققش الأهداف ديالو، غنتكلموا على التواصل الإداري، حنا أغلبنا كنشتغلوا في إدارات، في المجالس الجماعية، كنتكلموا في الجمعيات راه بحد ذاتها مؤسسة، على الإدارات ديالها، كيف إشكالات التواصل ديال طرحنا داخل الجمعية ديالنا، غنتكلموا على الاستماع اللي هو شرط أساسي للتواصل، غنتكلموا على معيقات التواصل الإداري. وفي الاخر نخرجوا بخلاصات باش نلقاو قواعد ممكن نتمثلوها حنا كهيئه اللي نقدروا فعلا نتمثلوها وتكون بالنسبه لنا حافز ودافع ان فعلا تكون عندنا قيمه تواصليه وتكون عندنا قوه تواصليه مع الاخر. اكيد حتى بعض الصور عند البدولات الصور ما كتوضعش تما ربما نحاول نختار شي صوره عندها علاقه بال هذيك الصوره ربما شفتي على الدول ديالو نعم العالم ديالو كاين واحد الخط مع هذاك ديال التضاد ديك الخط لان الرجل في جهه والمراه في جهه كله كيلغي بالغا كما كنقول يعني كلهم في عالمه الخاص. اذا بطبيعه الحال كما قلنا التواصل هو واحد التقنيه اجرائيه اساسيه في فهم التفاعلات البشريه منذ الازل والتواصل هو حاضر وابتكر الانسان وابتكرت البشريه اليات وسائل التواصل منها اللغه والايماءات والحركات من اجل التواصل وابلاغ رساله الى الاخر احيانا تقدر تكون رساله وغادي نوقف واحد القواعد على ما تقدرش تكون لغويه شفهيه تقدر تكون رساله عبر ايماءات وايحاءات تعبر عن رساله انا غير بعيني حركه وجهي في يدي نعطيك رساله قويه بدون ما نتكلم بطبيعة الحال وتفسير نصوص القرآن طريقة الاتصال والإرسال وبالتالي يمكن جذب والقول أن التواصل أصبح علما قائما بذاته له تقنياته ومقوماته الخاصة وأساليب وإشكاله بطبيعة الحال التواصل كل مجتمع إلا ونتكلم عليه التواصل الآن أصبح التواصل مادة تدرس في المؤسسات تدرس في الجامعات تدرس في الأكاديميات التواصل واحد القيمة كبيرة أعطت المجتمعات لهذا المفهوم ولهذه الطريقة علاش؟ باش فعلا نزيد من الروابط اذا لم تكن تملك آلية التواصل فعال ففعلا صعب جدا حتى وان كنت تملك معارف عندك مؤهلات عندك كفايات عندك المؤهلات كل عندك ولكن تعجز ان تبذل الفكره الى الاخر فعلا انت تفتقد الى شرط التواصل اذا يجب ان تشتغل على نفسك وتشتغل بالذات ديالك باش انك فعلا تخرج من القوقعه من هذاك الواحد كندير واحد السياج ذاتي داخلي كيخليك انك فعلا كتنعزل عن المجتمع وكتضيع عليك فرص انك تفيد وتستفيد حيت حنا الدور ديالنا كفاعلين سياسيين
فاعلين جمعويين، شنو الدور ديالنا؟ ونكونوا كنفيدوا ونستفيد، كنفيد المجتمع، كنحاول ندافع على المجتمع، كنحاول فعلا نعطيو قيمة للمجتمع، وفي نفس الوقت نستفيد، كترجع أنت قيمة داخل المجتمع، قيمة يحسب لها ألف حساب، بالخبرات والتجارب، أنك فعلا كتكون كتطرح واحد النهار في سجل مهني، في سجل إداري، في سجل شخصي، مثلا قدرت نقنع واحد 100 مستفيد أنهم ينخرطوا العمل الجمعوي. ربح بالنسبة لي أنا. غنقول أنا فعلا كمناضلة قدرت نقنع واحد الفئة من النساء أنهم فعلا ينخرطوا في العمل السياسي ويتشربوا ويقتنعوا بالعمل السياسي، هذا بحد ذاته ربح بالنسبة لي. السؤال المطروح كيف؟ شنو طرائق الأساسية اللي خصني أنا نتملكها باش نقدر نحقق هذا الإنجاز هذا؟ هنا كيف قلت لكم انا في العرض ديالي تكلم على جوج المجالات كاين اللي كيهمونا حنا اللي هو الجانب الاجتماعي والجانب الاداري، هما جوج المجالات ما يمكنش حنا كنتكلموا على التواصل، لا يمكن ان نغفل الجانب الاجتماعي او العلاقات الاجتماعيه، ما يمكنش نتكلموا على الجانب الاداري لان حنا علاقتنا الاداريه حنا بشكل يومي نتعامل اداريا، اما كنمشي للاداره اما كيجيو عندي ناس الاداره اللي انا مسؤوله فيها يكون واحد النوع من التواصل، واش فعلا انا قيمة هذه المسؤولية المناطقة مثلا كمسؤولة عندي علاقة في التواصل مثلا مع نساء ضحايا العنف نساء كذا نساء كذا نساء كذا، واش انا الإدارة اللي انا مسؤول عليها كنقدر نقدم لهم ولو شيء كيما غير التسميلة في وجهها راكي جاي مثلا راها في بنية العرق واش كينتظر غير التسميلة في وجهها كيرتاح يقدر 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 ربما حياته كما كيشكر هذيك الابتسامة والبشاشة اللي استقبلتي بها، لان الناس ماشي ضروري حنا في دابا المجتمع يعني عند واحد التمثل انا ربما انا كنجي عندك انا محتاج للدعم المادي او لا لا، احيانا هناك الدعم النفسي ربما كيكون بالدرجه الاولى، كنت مثلا امراه قسى عليها المجتمع، فانا كنتكلم الان الموضوع ديالنا هو المراه تعرضت للعنف تعرضت للتهميش تعرضت للاقصاء حياتها كامله، تحتاج الى من؟ يطبطب عليها الى من يحن قصرت تسمع لك شيء، احيانا وانا اشتغلت اثرت نساء في مجال الحقوق المدنيه وفعلا النساء كتجي عندك قصرت تهضر معها، وصراحة عندما تجد أنك منصت جيد ومستمع جيد كلام ما يطيحش الأرض، جيد الشخصية كنتكلم لدرجة أن قريت نساء زواجهم في مناصب عليا كما اللي عندها عادل مثلا عندها مثلا أستاذ جامعي كاين الناس هكراو عليك في المسجد، وفعلا هاد النساء هادو كتكون تشوف الأستاذ ديالو ما ناقشش حتى واحد في الكلام الأستاذ هي هكا حيت لقاتك أنت سمعتي لهم وبلغتي لها الصوره بشكل بسيط جدا. شنو خصها واحد المجال تعلمو انت كتوصلها واحد الشكل بسيط جدا. انا عندي تصور ماشي غادي نوصلو بطريقه كبيره ونكبر فيه وكذا زعما راه انا فيه. لا تخاطبين هذيك النساء على قدر العقل ديالها. هي عندها تمثلات عندها ضغط من المجتمع راجلها ولادها ديك النساء كيخربطوا ديك النساء كيديروا. انت كاع تقول لا حنا ماشي كنخربطوا حنا عندنا رساله عندنا واحد الهدف عندنا واحد المبدا كنشتغلوا عليه. إذا هذا هو التحدي اللي قبل نطرح واللي نطرح في هذا الجانب ديال التواصل. إذا مروا على التواصل هذا في الجانب اللغوي طبعا بحال مفهوم التواصل، كذلك في الجانب الاصطلاحي هو استعمال وسائل التواصل المعروفة لغة طبيعية كتابة وسائل اتصال حتى ندخل الآن وغزات الويب ديالنا الهاتف الإنترنت إعلام المرئي المسموع والمقروء وعنده واحد القوة خطيرة جدا أحيانا فعلا هذه النقطة الثانية حتى التواصل ديالنا أحيانا الستاتيو ديالنا راه غير سائل، بحال كيدير واحد الستاتيو في الواتساب كيبقى 24 ساعة هو رسالة قوية جدا، إذا اخترتها بذكاء وبعناية عرفت شنو غادي يوصل، يمكن وصل رسالة بثلاثة الكلمات وصل رسالة، حيت كيدخل عندك نساء كيشوفوا الستاتيو، كيشوفوا الستاتيو ديالكم، حتى أنا غادي عندي صفحات في الفيسبوك صفحة كنا ندير واحد التدوينة بسيطة وكنعبر على القناعات ديالي الأحداث اللي كنشتغل عليها برسائل بسيطة جدا ممكن أنها تعطي واحد الرسالة تكون أثر ربما بعيد المدى هذه كتسهل لنا نوصل للآخرين أننا نربط علاقات إيجابية وركزوا على العلاقات الإيجابية خدمة لهدف حنا كل واحد فينا كل جمعية هنا عندها واحد مجال الشغل ديالها كل واحد في مجال الشغل ولكن حنا كنخدموا المجتمع كنخدموا المجتمع ديالنا هذه الرسالة كتأديها احنا علاقتنا تكون علاقة إيجابية رسائلنا رسائل إيجابية القرارات ديالنا قرارات إيجابية ودائما إطار علاقة التواصل ديالنا هذاك الجانب المحبط أو الجانب السلبي خلي آخر حاجة دائما عزيزي مكان القوة
اي مرأة كيف اساسا خصوصا المرأة من طبيعتها كائن حساس مرهف الحس نجي عندها عز زلاجة ولا قوة بوزنها وتقدر تقنعيها بسهولة هذيك هذيك الحيتيات او كيما مع مثلا مع مثلا بعض الهفوات مثلا بعض السلبيات تقدر تلعب على نعم قلت لك الفوتوشي لي بوان سونسيبل نعم اللي كتسمى ربما هذاك خلل بسيط جدا يعالج بسهوله ولكن دائما قيمتك وقوتك الطاقه الايجابيه لما تشعير الطاقه الايجابيه وتاكدي ان رسالتك تصل وتوصل شوف اكثر يمكن توصل لشخص ممكن يوصل لاشخاص اخرين غير رسالتي تكون قويه تكون واضحه وخاطب هذاك هذاك الانسان خاطب الناس على قدر عقوله الخطاب غادي توجه لواحد في اجل واحد فئه جمعويه بسيطه ماشي كيما مثلا في واحد النخبه في المجتمع الخطاب يختلف وطريقة إدارة النقاش تختلف مثلا مثلا واحد معايا في مستوى موازي مستوى جاد معاه تناقش معاه غادي يفهم أنني كنتناقش معاه فكرة ولكن شخص بسيط في تكوينه العلمي والمعرفي عمرو إذا تناقشت معاه غادي يحسب أنني أنا أخذ منه موقف يقول لك أنا ما كيحملنيش أخذ منه موقف هاد السيدة هذا كيبقى هو مع نفسه ما فهمتش الحوار لأن بالفعل أستاذ كانت سمح لي على التقاطع أستاذ انا بعض المرات كتجي عندك وقعت لي هذه كان في حوار مع امهات نتاع اولياء التلاميذ يعني في اثناء المداخله ديالي في واحد التحاور